السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتكم. اجي تعلم بالدارجة، ما تنساوش تشتركوا معنا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وتبارطاجوا لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. كما تشوفوا اليوم عندنا فيديو جديد كيتعلق بتعلم اسس اللغة الفرنسية. اليوم كأول درس بداية في اللغة الفرنسية غادي نعرفو الأعداد اللي كنحتاجوهم دائما، سواء في العمل أو لا غير لما غا التليفون ديالنا تملي على شي واحد كي كيخطأ فيها، أو لا غير العمر ديالك بغيتي تقولو بالفرنسية، أو لا تقرا شي شيفخ بالفرنسية، أو لا نومبر بالفرنسية تملي على شي واحد كتخطأ فيه. ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا معنا دائما بالجديد، ومرحبا بكم في قناتكم. الوغ لي نومبر، كاينين لي نومبر الاساسيين اللي كان ضروري كنخدمو بيهم باش نركبو اي عدد، هما الارقام من 1 الى 20. غندير لهم قراءة خفيفة. الوغ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. الوغ هاد الارقام هادو خصهم يتحفظوا، لان اي رقم او اي عدد غنركبوه من بعد ضروري نحتاجو فيه هاد الارقام هادو. غنوريكم كيفاش كنحتاجوهم. باغ اكزومبل 21 22 23 24 25 26 27 28 29. كما قلت لكم الارقام اللي شفنا قبيله ضروري كنحتاجوهم في تركيب الاعداد الجديده، يعني خصنا نكونوا عارفين لا باز عاد غنركبوا الاعداد الجديده. 20 كنزيدو لها 1، 20 كنزيدو لها 2، 20 كنزيدو لها 3، 20 كنزيدو لها 4 حتى كنساليو. 21 22 23 24 25 26 27 28 29. كملوا، غنمشي نكتب لكم الارقام كاملين. 30 40 50 60، هادو حتى هما خصهم يتحفظوا. 30 خصها تحفظ، تسمى ما عندهاش شي قاعده. 30 40 50 60، ولكن الارقام اللي من بعد منهم نفس القاعده اللي درنا قبيله. 31 32 33، دائما كنقراو 30 وكنزيدو ليها الرقم. 31 كما قرينا قبيله 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. حنا شنو كنقراو؟ 31 32 33 34 35 36 37 38 39. غنكملو. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69. عندنا من 20 حتى 60 عندنا نفس القاعده، كنعقلوا على الرقم الاساسي ومن بعد نزيدوا له 1 2 3 4 5 حتى نوصلوا 9. 30 حنا كنزيدوا من نزيدوا لها من 1 حتى 9. 40 كذلك ومثل كنزيدوا لها من 1 حتى 9، نفس الشيء ل 50 و 60. نكملوا. بالنسبه ل 70 و 80 و 90 عندنا هنايا تغيير. 70 شنو كتعني لنا 70؟ راه هي باش نفهمكم شنو المعنى عاد نحفظوها. الوغ 60 70 راه هي 60 زائد 10، 70 راه هي 60 زائد 10. لو كنا نقراو بالفرنسيه هي 60 60 زائد 10 هي 70. كنقراو هكا 60 انا فرقتها لكم باش تفهموا كيفاش
جمعوهم 60 يعني 60 و 10 هي 10 يعني توتال هو 70 80 80 هي 80 1 2 3 4 80 20 الاولى 20 الثانيه 20 الثالثه و 20 الرابعه 80 هي 80 80 90 90 هي 90 يعني ربعة العشرينات زائد 10 تساوي 90 90 90 1 2 3 4 10 90 باش تعقلوا عليهم 70 هي 60 زائد 10 70 80 هي 80 ربعة العشرينات و 90 هي 90 ربعة العشرينات و 10 هكا باش غتفهموا شنو كتعني من بعد ما يبقاش عندكم مشكل تخلطوا ليكم ولا لا اوتوماتيكمون غتشدوهم يعني نعاودها معاكم عاوتاني 70 راهي 70 80 هي 80 90 هي 90 100 راهي 100 حتى ما عندوش علاقه باللولين هادو هاد الربعه هادو بوحديتهم 100 كملوا الوغ بالنسبه لل 70 و 90 غنوريكم كيفاش كنحسبوهم الوغ كاين اختلاف على الاخرين الاخرين كنا كنزيدو 70 60 و40 و50 و20 كنا كنزيدو من ا حتى نف 70 و90 طريقه اخرى الوغ 70 هي 60 10 71 هي 60 11 داكشي باش قلت لكم حتى هما داخلين في لا باز 72 73 هي 73 74 هي 74 75 هي 75 76 هي 76 77 هي 77 78 هي 78 79 هي 79 نفس الشيء بالنسبة ل 90 90 قلنا هي 90 91 هي 91 92 هي 92 93 هي 93 94 هي 94 95 هي 95 96 هي 96 97 هي 97 98 هي 98 و99 هي 99 كنزيدو عليها حيت نورمال كما قلت لكم 10 كنكملو كنزيدو ل 10 و1 وكنزيدو ل 2 و3 داكشي اللي كنقراو 11 12 13 14 15 16 17 18 اي 19 كما قلت لكم هادو سي سون لا باز ديال الارقام ضروري تحفظو من 1 الى 19 الوغ هادشي بالنسبه ل 4 بالنسبه ل وبالنسبه ل 80 راهي نفس الشيء بحالها بحال بحال الارقام في 60 و 60 و 40 و 50 تي غنقراوها 81 82 83 84 85 86 88 89 اي 90 كما قلنا راهي 90 الوغ نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذا وفهمتوا كيفاش كنحسبوا الارقام بالفرنسيه كنعقلوا على لاباس هذه القاعده باش كنفهموهم وكنعرفهم ماشي نحفظوهم بيتمون مي دابا ملي تفهموهم اوتوماتيكمون غيشدوا لكم في العقل ما تنساوش ديروا لايك للفيديو تبارطاجوه مع لي زامي ديالكم باش يستافدوا ولا بغيتوا شي حاجه بوكو با تخليوها لي في الميساج ولا في الكومونتير وان شاء الله نقدوها مع بعض ميرسي